بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أحبابنا المستمعين، مرحبا بكم على إذاعتكم ميد غاديو، مرحبا بكم على برنامجكم نصيحة أمل. غنكمل اليوم العلاج النفسي لعصبية الأطفال. غنتكلموا على مجموعة من الأمور اللي ممكن أنها تخدم الجانب النفسي عن الطفل باش أنه يتجنب كل عصبية وكل توتر اللي كيأثر بطبيعة الحال على حياته المستقبلية، على طفولته، على بطبيعة الحال العلاقة دياله مع الآخرين، على علاقته مع الأسرة دياله أولا وقبل كل شيء. فعصبية الأطفال عندها الأسباب ديالها، إلا ما تلباتش مجموعة من الحاجيات، إما كتكون هاد الحاجيات نفسية أو لا كتكون حاجيات بيولوجية أو لحاجيات تربوية. فتكلمنا عليها في سياق هذه السلسلة، هذه على الأسباب البيولوجية اللي كتؤدي إلى عصبية الأطفال وإلى الأسباب كذلك التربوية. واليوم نكملوا الحديث على الأسباب وعلى العلاج كذلك ديال الحالة النفسية للطفل. فعندنا حاجات نفسية للطفل لازم أنها تشبع، وذكرنا منها مجموعة. اليوم هنكملوا. إذن عندنا إشباع الحاجة للحب. الحاجة للحب واحد المطلب أساسي جدا بالنسبة للأطفال، هو أكثر ما يحبه الطفل وهو أكثر ما يحتاجه الطفل كذلك. فإذا حرمنا الأطفال من الحب أو لا من إظهار الحب، هذا كينعكس سلبا عليهم، لأنهم تيبقاو يقلبوا على هذا الحب وعلى مظاهر الحب. كاين البعض اللي غيقول لي على حنا ما تنبغيوش وليداتنا على ما تنحبوهم شيء. لا، كاين فرق بين أنك تحب ابن ديالك وبين أنك تبين له المحبة ديالك. هنا كنتكلموا على إظهار المحبة. إظهار المحبة هو شيء من حق من حقوق الطفل. إذا حق من حقوقه أنك تبين له المحبة ديالك بجميع الأساليب اللي هي متاحة لك. فإذا من حق الطفل أنك تبين له الحب دياله من خلال الاهتمام، من خلال القبلة، من خلال العناية، من خلال مجموعة الأمور اللي كنذكروها في هذا السياق النفسي. ثانيا من حاجيات الطفل أنه يكون حاجة للتقدير أو ليكون واحد نوع من التقدير ويكون نوع من الاهتمام. فلازم أنه الوالدين والمربين يهتموا بأطفالهم ويسمعوا لهم ويمدحوهم كذلك. هذا داخل في الاحتياجات النفسية. المدح مهم جدا للأطفال، يساعد على تربيتهم تربية سليمة. فكتذكر مجموعة الإيجابيات اللي كتكون فيه ولو تكون بسيطة جدا، فلازم أنك تحاول أنك تكبرها في عينيه وكتكبرها حتى في عينيك حتى أنت، وغادي تشوف التحسن اللي غادي تلقى مع وليداتك. كونوا على يقين أنه غتلقاو تحسن كبير لما كتذكر الإيجابيات اللي كتشوفها في الطفل ديالك. ثم كاين الحاجة إلى التقبل. الحاجة للتقبل ما هي؟ هو أنك كتفصل أنت كأب أو لك أم، كتفصل بين السلوكات ديال الطفل وبين الطفل يعني ذاته. لما كيدير الطفل مجموعة ديال التصرفات اللي هي سلبية، أنا ذاك كتقول له ولدي راه هاد الفعل هذا ما تيعجبنيش، هاد الفعل ماشي مزيان، هاد الفعل راه حشومة، هاد الفعل راه عيب، هاد الفعل راه حرام، هاد الفعل ماشي مزيان. يعني كتفصل بين السلوكيات ديالو وبين هو كذاته، فكتقبله هو، بمعنى كتعطيه الحب، كتعطيه الحنان، كتعطيه الاهتمام، ولكن كتنتقد السلوكيات. إذا حاجة الطفل إلى أننا نتقبله مهمة جدا في خلق توازن نفسي عنده. ثم طبيعة الحال التسامح. التسامح مع الأطفال مهم جدا، هذا هو اللي كيبرهن على أننا متقبلين الطفل. لما يخطئ الطفل وكيتراجع للخطأ ديالو، إذن هنا كتكون المسامحة. أو حتى إلى باقي ما تراجعش على السلوك ديالو، كنعطيه فرصة نقول له صافي، يعني هاد البداية هادي هاد السلوكات ما كنتيش ولدي عارف، ولو ماشي تبقى تقول له مثلا انا قلتها لك وعاودتها لك وقلتها لك 20000 مره وشحال مره وكذا، لا لا لا، ماشي بهذه الطريقه وماشي بهذا الاسلوب. كتحس بانك تثق فيه وبانه السلوك اللي غيجي من بعد هو سلوك ايجابي، وهذا بطبيعة الحال كتدعم عنده هاد التصرفات اللي هي كتكون ايجابيه. كاين الحاجه للحريه. اي طفل يحتاج انه يكون حر، يحتاج انه يكون حر في افكاره، حر في مشاعره، حر في رغباته، وسيبغي يحس بهذا النوع من الحرية. هذه الحرية ديال الطفل في الأفكار وفي المشاعر والرغبات فين كتظهر؟ كتبان في أنه يكون عنده واحد نوع الاختيار للعب دياله، كتكون عنده واحد القدرة على اختيار كذلك الملابس دياله والألوان اللي كيبغي يلبسها والشكل ربما اللي تيبغي يلبسه،
وكذلك يعني جميع الامور اللي كتعلق بالطعام ديالو وكذا. هنا فين تيكون الدور ديال الوالدين والمربين؟ هو في التوجيه، يعني في التوجيه كتبين له المزيه ديال هذا وديال هذا، ها هو الايجابيه فين كاينه في هذا اللباس وها السلبيه فين كاينه هذا اللباس، ها علاش بغيتك تلبس مزيان وها علاش ما بغيتكش مثلا تلبس هاد الحاجه الخفيفه. مثلا كيلقاو الناس صعوبات مع وليداتهم في هذا البرد، ما بغاش يلبس لي المونطو، ما يبغاش يلبس كذا. اولا كتشوف انت واش هذاك الامر اللي كتطلبوا من الولد ديالك واش هو مقبول، واش هو في خدمه الطفل، لانه باش تلبسوا واحد المونطو اللي هو ثقيل وهذا فاحيانا تيعيق الحركه ديالو، فكيكون هذا سبب انه تيرفض مثلا داك النوع ديال اللباس. المهم انه كتعطيه واحد الفرصه معينه لاجل انه تبان له راه عنده واحد نوع من الحريه، بانك ماشي انت اللي كتحكم له في اي شيء. وهذا غيكون بطبيعه الحال في المراحل الاولى ديال الطفوله، من بعد الى نصحتيه بشي امور اخرى غيولي كيتقبلها بشكل عادي جدا. علاش؟ حيت عطيتيه في الطفوله الاولى الفرصه انه يعيش الحريه ديالو. الامر الاخر هو انك تنظر لولدك واحد النظره ايجابيه. النظره الايجابيه مهمه بزاف، ومن حق الطفل انك تنظر اليه نظره ايجابيه. الطفل ماشي خصنا نسلطوا الضوء غير على الامور اللي سلبيه فيه، غير على القباحه، على كثره الحركه، على انه ما تيبغيش يراجع، على انه تيدير بساله، على انه تيضرب كذا، على انه مثلا. فلازم من حق الطفل انك تنظر الى ما هو ايجابي فيه. اي طفل عنده ايجابيات، فهنايا كتسجل انت كأب أو كأم كتسجل مجموعة الصفات الإيجابية اللي كاينة عند ولدك، تسجلها في واحد الورقة. إذا هنا سنعطيكم مجموعة الآليات اللي كتستعملوها في هذا العلاج، في هذا النوع من العلاج ديال العصبية والتوتر عند الأطفال. كتكتب هاد المجموعة ديال الإيجابيات اللي كاينة عندك في ولدك، وكتسجلها في ورقة وكتحطها قدامكم في شي مكان اللي هو بارز باين، يعني الجميع تيشوف هذيك الإيجابيات اللي فيه وانت كذلك كتشوفها. علاش؟ باش كتقنع اولا نفسك بها، حيت بزاف ديال الوالدين ما كيشوفوش ايجابيات في اطفالهم، وهذا خطا، وهذا خطا، لانه اي واحد اعطاه الله سبحانه وتعالى مجموعه الايجابيات خصنا غير نكتشفوها. ثم هاد الايجابيات غادي تبقى كل نهار لمده 10 ايام على الاقل، كتحاول انك تقولها كل نهار وكل صباح. كل نهار كتبقى تذكره وكتقول له انت فيك كذا، وانت ولدي كذا، وانت زوين لهاد الناحيه، وانت فيك كذا، وانت كدير امور اللي هي ايجابيه. هنا غتشبع الحاجيات النفسيه للطفل، وغتزاد ثقته في نفسه، وانا داك غيولي كيسمع ليك، وانا داك غيولي كيزيد من الامور الايجابيه، لانه تلقى المدح ولانه تلقى الاهتمام، بخلاف الا بقينا مركزين غير على الامور السلبيه. فاذا هنا استبدال دائما النظره الايجابيه، النظره السلبيه والنظره الايجابيه. كذلك هذا الامر ديال الايجابيات شنو كيشمل؟ كيشمل الشكل ديالو، كيشمل الاخلاقيات، الصفات الخلقيه، وكيشمل جميع الامور اللي هي عقليه. مثلا صفات خلقيه كتلقاه انه ولد لطيف ولا بنت لطيفه، مؤدبه، مجموعه ديال الامور هنا كتكتبها. صفات الشكل والجسم مجموعه الامور حتى هي كتكتبها، وين الزويونين، شعيار، هذه هذه هذه، كتكتب ديك المسائل، لانه كاين مجموعه الاطفال اللي تيعانيوا من الاحساس بالاحباط من خلال الشكل ديالهم، من خلال شكلهم. فكيوليو خصوصا اذا كان اما الاخ يعني هو تيكون مثلا قبيح او لا هذا، والاخ تيكون اجمال او لا شي صديق اخر وهذا، فتيبقى ربما يدير هو بعض المقارنات مع الاخرين، وتيبقى يحس بواحد النوع من النقص. اذا مزيان نذكروا مجموعه الصفات، ولكن بطبيعه الحال تنركزوا على الصفات اللي هي اسمى، اللي هي خلقيه، اللي هي عقليه. الامر الاخر، الى درتي هذه الوسائل كامله مع وليداتك مع الاطفال، ولقيتي بانه مازال عنده نوع من العصبيه، نوع من التوتر، شنو كدير في هاد الحالة؟ كتحاول تجاهل، كتجاهل هاد السلوك، لأن تجاهل السلوك يلغيه، بمعنى ماشي فوق ما بالك أنه في حال توتر وحالة عصبية كتبقى تقول له ها هو شوف عاوتاني شنو كيدير، ها هو شوف شنو كيدير، ها هو علاش كدير هكا، علاش لا، دير راسك بحال ما شفتيش، لأنه التجاهل ديال أي سلوك سلبي عند الأطفال كيلغي هاد الأمر هذا. وممكن كذلك دير واحد الطريقة أخرى، هو أنك تتفق مع الوليد اتفاقات، نعم مع الاطفال، ايه ما تستغربوش من هذا الامر، اتفاق مع الطفل على انه ما تهضرش معاه لما يكون في حاله عصبيه. يعني يدير لي يدير في ديك الحاله انت ما غاديش تكلم معاه، غتقول له ما نتكلم معاك وما نناقش معاك وما غادي نستجب لرغباتك الا في حاله لما كتكون انت مرتاح وحتى تجلس وما تغوت شاي وهذا وهذا، وديك الساعات غادي نسمع لك وغادي نشوفوا الامر.
ثم كاين مسألة ديال الترويح للنفس، مهم جدا أن نخلق واحد النوع ديال المتنفس، ما يبقاش همنا وشغلنا الشاغل هو أنه الوليد يقرأ، هو يكون منضبط، وما تكونش في حركيات كثيرة، هو الأوقات كثيرة، يعني نهار كامل هو مثلا في الدراسة أو لنصف يوم والنصف اليوم الآخر كله يقضيه مثلا في المراجعة. لا، تندير واحد النوع ديال النظام، واحد النوع ديال تنظيم الوقت، برنامج اللي كنديروا فيه واحد الترويح على النفس. لانه علاش الترويح على النفس؟ من خلال اللعب، من خلال الاندماج مع الاصدقاء والزملاء وكذا، تيخلي هذيك الانفعالات السلبيه كتذوب عن الطفل، كتذوب وكتولي في حاله ارتياح. ومن الافضل انكم تديوا وليداتكم لشي مكان اللي يكون فيه خضره، اللي يكون فيه يعني يكون فيه هواء طلق، اللي يكون فيه الأشجار، نباتات، يعني كل ما يتعلق بالبيئة الجميلة استغلوها انتم وليداتكم، وخليوهم يجريو، خليوهم يجريو، ما تبقاوش دير لهم ديك لي فواطور اللي كاينين. كنشوف انا وليدات صغار عامين وثلاث سنين وربع سنين تخرجيهم والديهم كيشرو لهم ديك، ماشي حتى البيسيكلات، البيسيكلات مزيانة، ولكن ديك السيارة والعربة وليد محتاج للحركة، ماشي الا لعب واحد الوقيت فيها ما فيها بس، ولكن ماشي الوقت كامل هو يا تيسوق السيارات. لا اله الا الله. كاين مسألة ديال ممارسة الهوايات، الهوايات مهمة جدا عند الأطفال إلا عرفوا أنهم يستثمروها، يعني هما كأطفال ويزيدوا ينميوها مزيان. ما لاحظتوش أن الطفل ديالكم عنده شي هواية يميل ليها، تتقترحوا عليه مجموعة الهوايات. فالهوايات شنو كدير؟ مهم جدا أن إلا شفتي مثلا واحد نوع الرسم كيديرو ولدك كتزيد تشجعو وتتعطيه واحد الوقيت وتتعطيه رسومات أخرى تتقول له نقلب حالها مثلا. إلا شفتي مثلا ولدك تيقوم بواحد الحركات الرياضية تتجي وكتستثمر هذاك الأمر وكتدخلو مثلا أون سال دو سبور اللي كتكون فيها كاراتيه، لا أدري، مهم مجموعة ديال الرياضات اللي ممكن أنك تدمج الوليد في هذيك الأمور، أولا بالنسبة للإناث ليغوبيك أولا غيرها، إيكيتاسيون ولا غيرها. اذا هنايا لما كتكون كتستثمر الهوايات ديال الطفل، هذا الامر تيخليه شنو تيدير، تيتسمى واحد العمليه عقليه لا شعوريه كتسمى بكونها الاعلاء او التسامي. شنو هو الاعلاء او التسامي؟ اعلاء او التسامي هو انه هذيك الهوايه كتحاول انها تنقص من ديك الرغبات السلبيه اللي عنده وكتشبعها عن طريق إما الشعر أو القراءة أو الأناشيد أو الرسم أو مجموعة الأمور. الأمر الآخر هو ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة بانتظام مهمة جدا جدا، مهمة جدا جدا. والحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم تقول علموا أولادكم السباحة وركوب الخيل والرماية، أو قد ينسب الأمر إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم. نجي لواحد الامر اخر اللي هو مهم جدا كذلك، هو الصلاه. افضل تدريب للثبات الحركي عند الاطفال هي الصلاه، الثبات الحركي الانفعالي هي الصلاه، علاج لمجموعه من المشاكل اللي كتكون عند الاطفال. كتساعدهم على التركيز، كتساعدهم على الثبات الحركي، كتساعدهم على انهم لما كتكون عندهم واحد الشحنات سلبيه كتفرغ، كتساعدهم على انهم كيكون ارتباط بالخالق سبحانه وتعالى. وحتى لانه تنعرفوا حتى الاطفال تيكون عندهم واحد نوع الاكتئاب، اذا تيلقى على الاقل من يحاور او من كنقولوا له بان الله تعالى يسمعك ويراك سبحانه وتعالى. اذا الصلاه، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. ماشي تقولها له مره في الشهر ولا مره في شهرين تقول ولدي ما كيصليش ما بغاش يصلي، لا، دير مجهودك، دير الوسائل التامه اللي ممكن انك تخلي وليدك تيصلي. حنا مسلمين خصنا نديروا العبادات ديالنا الاساسيه، ما يمكنش اننا نفرطوا فيها اطلاقا. الامر الاخر هو حفظ القران الكريم. ديروا برنامج على الاقل مره في الاسبوع لحفظ القران الكريم مع وليداتكم في المسيد، في الكتاب، في اي مكان اخر خارج المدرسه. نعم عرفنا في المدرسه تيحفظوا مجموعه الامور، ولكن مزيان يحس براسو بانه تيدير نشاط موازي مكمل. ورحم الله الحسن الثاني اللي كان يعني سن واحد السنه، هو انه قرر ان حتى طفل ما يدخلش المدرسه الابتدائيه الا بعد ما يدير سنتين في المسيد، يدير عامين في المسيد. اذا هذا الامر مهم جدا. كلام الله تعالى له تاثير عجيب جدا على نفسيه الاطفال، على شخصيه الاطفال، على اخلاق الاطفال، وعلى المبادئ الاطفال، وعلى مستقبل الاطفال كذلك. فمهم جدا. الان يعني دول في دراسات وكذا كيعتمدوا على انه الاطفال نعلموهم مجموعه اللغات، نعلموهم، وحتى يعني كبار السن
يعني او الرشيدين حتى هما ولاو تيحاولوا ما امكن انهم يخدموا الدماغ ديالهم من خلال حفظ شيء ما اما نثر او لا شعر او لا اي حاجه لغه من اللغات. علاش؟ لان هذا يقيم الزهايمر. فبالتالي هذه طريقه من الطرق. فاذا احنا الاولى اننا نحفظ القران الكريم ونحفظ القران الكريم مع وليداتنا بشكل حتى ذاك الجماعي، ذاك الشكل الجماعي اللي تيكون يعني في المسجد او لا في الكتاب ولا هذا مهم بزاف. ديك الصوت العالي مثلا اللي كيردوه الاطفال مع المعلم ديالهم هذا تيخليهم تيفرغوا جميع الانفعالات السلبيه. الاطفال تيبغيو يغوتوا وتيبغيو يخرجوا ديك الطاقه اللي عندهم. اذا نسال الله تعالى الخير والتوفيق للجميع بطبيعه الحال. اذا هذه الاساليب هذه كلها كتعتمدوها وكتبنوها وكتحاولوها مع اطفالكم. الى ما نجحتش المره الاولى كتعاودها المره الثانيه والثالثه والعشره، وانا ذاك لا شك انه الامر تيجيب ان شاء الله تعالى الخير والتوفيق. الى ما يعني الامر ما نصالح شيء انا ذاك تتشوف يعني المستشار النفسي ولا التربوي باش يساعدك في هذا الامر. ناخذوا معنا من مدينه الدار البيضاء رحاب. لا رحاب، الو السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا لاله رحاب، اهلا وسهلا. بارك الله فيك. معي دكتوره. لا لا هي مرحبا بك. الله عليك دكتوره امل. انا كنخاف فينا كنكون كنمشي ندي ولدي في الجوج وكنسمع لك. ايه تبارك الله، عندك واحد الحلق سبحان الله. ربي يخليك لاله. كلمه ايجابيه والله العظيم. ربي يخليك لاله رحاب. كيعجبني نسمع لك واخا يعني الحمد لله انا ما عندي حتى شي مشكل وكنسمع لك لان كنحس بواحد الراحه نفسيه. امين لاله. الوغ لاله الله يعطيك صحتك. انا عندي واحد الاشكال ماشي ليا انا اختي. عندي واحد الاخت ديالي عندها 31 عام. وكتمر بازمات نفسيه لدرجه انها حتى الصحه ديالها كتنعكس لها على صحتها. يعني عندها واحد لاميغران ديما ديما كتحس براسها فاتيكي، ما كتاكلش مزيان، كتحس بالياس. انا كنحس بها يعني حاولت ما امكن معاها باش تمشي عند الطبيب النفساني عند سميتو، ولكن هي شويه متصلبه عندها واحد ما كتسمعش الهضره. دونك انا قلت لها شوف مؤخرا ولات كتحس بزاف ديال الحريق في راسها. هذه كبرني مشينا حاولنا نمشيو عند النغولوج. مشات لعندو داك الشيء زعما الى اكزامينيتو. قال لها شوف صراحه ما عندك الحمد لله حتى شي حاجه، عندك اميغران سي فغي، ولكن انا كنظن بان خاصك تمشي يا اما عند ان سيكولوج ولا ان كوتش هو اللي غيقدر ينفعك. ولكن دابا هي كترفض بحال هي ما متقبلاش الامر. ويعني دار دي فورماسيون ولكن كتحس براسها ما عندها زهر الخدمه، ما لقاتش داكشي اللي بغات، يعني الارتباطات ما كاينش، داك العزله وديك الوحده كتحس بها واثرت لها نفسيا. وانا اختها الكبيره. هكذا هي صغيره عندكم؟ هي لا، كاين عندنا اخ صغر منا. دابا انا الله يعطيك الصبر اذا كان ممكن. انا عطيتك تقريبا دابا الحاله بصفه عامه. اذا كان عندي امكاني زعما نجيبها لك اون دياك. دابا هي ما عرفتنيش انا كنهضر معاك هي كترفض. اذا كان ممكن تعطيني زعما سمعتش واش عندك شي بلاصه نقدر نجي عندك فيها ان شاء الله. واخا لاله مرحبا. شكرا. مرحبا. شكرا بزاف. نرجعك عند لاله سميحه وتعطيك الرقم ان شاء الله. واخا جزاك كل خير لاله. ان شاء الله. مرحبا لاله رحاب، اهلا وسهلا. شكرا. مرحبا. الله يبارك فيك. معنا لاله خديجه من الدار البيضاء. لاله خديجه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا لاله، اهلا وسهلا. بارك الله فيك دكتور، كنشكرك بزاف. الله يبارك فيك. ليميسيون ونعطيك داك الشيء كله اللي كتقولي لنا. الله يخطيك لاله، شكرا لك لاله خديجه. بارك الله فيك. دكتور عمل عندي واحد الوليد عنده 3 وي موا. ايه. كيمشي لاكريش ودغنييرمون ولا كيجيني من لاكريش كيضرب يديه وكيدير لافيسير راسو. كيفاش كيضرب يديه باش؟ ملي مشيت عند لاميتريس قلت لها علاش لي سو كومبور، كنقول لها لا ولدي ما ديرش هكاك. قالت لي راه شنو ولدي كيدير؟ راه ما كانش فيه هذا الشيء. قالت لي لافيسير سي نورمال غادي نديرها ليه. ايوا. اما لي ديما ما تنضرب شيء. علاش ما تعطيش ديري لي ان بينيسيون تعطيه لو كوان ولا ديري لي اوليو باش انك ملي كيدخل وكيتفكر راسو كيبرك فوالا يضرب راسو يديات ولا فيسي ولا يديات سنين وتسعة ما بقاش يسمع ليا ولا كيما نهضر معاه باغي يضرب معايا ولا ما عطيتوش لاشوز يجلس في الارض وبدا يغوت. ايوا شفتي ما عرفتش غادي يدير ايه واش نبدل ليه لاكريش ولا انا هضرت معاه.
واخا تهضري اللي فيه شي حاجه فيه، يعني الا ما كانتش هنا ما غاديش نقولوا 100% نرجعوا الامر للمعلمه او للاستاذه اللي كاين، ولكن اللي كتقولي لي ايه وليد في هذا السن هذا ما خصوش اي ما خصوش اي الضرب. وليد تيكال الوليد راه ماشي ايوا، حاولي ديري له اون دومي جورني في لاكريش، ما تبقيش ديه. انا كنخدم مع ما كاينش حتى شي واحد اللي قابلوا لك الوالده ماتت وتاك وكلهم يتخافايو ما عرفتش ندير واش جيت بغيت ندير ليه اون اكتيفيتي زعما، ولكن قلت دابا الحال كنت غندير ليه لا ناطاسيون، قلت نسيت كل الحال ونديرها ليه باش ما يبقاش كيجلس الارض يغوت ويدير ما كانش بحال هكذا. شحال هادي باش دخلتيه لاكريش؟ لا جامي جامي. شحال باش دخل لاكريش دابا؟ ملي دخل سبتمبر. يعني اول عام؟ لا كان ديجا. كان هكذاك يعني دخلتيه على شحال؟ عام؟ عام وثلاث شهور. هكذاك. وكيفاش كان في الاول؟ كيفاش كنتو كتعاملوا معاه؟ الوقيت اللي كتجلسي مثلا مع ولدك لما تيجي من لاكريش شنو كديروا؟ شنو لي زاكتيفيتي؟ شنو؟ اون فوا كندخلهم كيبيكي واحد لاكريز. الله. بحال خليتيني بحال بيبكي ما كانش كيهضر بيبكي مسكين. مي وكان جي سي انني نقويت وصا واخا ما كنتش كنسمع ليميسيون ديالك انا دابا. ولكن دابا جي اسيي انني بديت كنسمع ليميسيون ديالك، يعني وليت كندير لو دوبل داكشي اللي كندير. مزيان. ولكن سي ديغني طون بزاف. بابا شنو كيدير معاه لما هو كيشوف؟ شويه قاصح. شويه قاصح. ايوا الا كان الاب قاصح عمرك ما غادي تسني ولدك انه يكون مرتاح وما يكونش معصب. دابا كيقابل الاب العصبيه بعصبيه. لا لا الاطفال ما تنديروش معاهم بحال هكذا. اذا هنايا الاشكال فين خصو يتعالج اولا هي هذيك النظره ديال الاب لعصبيه الطفل. واش هي تيشوفوا بانها نظره ديال الانتقام؟ واش كيشوفها انها نظره ديال التحدي؟ حيت بزاف ديال الاباء خصوصا الرجال تكون عندهم واحد النظره ديال انه داك الطفل كيدير داكشي تحدي، بحال راه خصني نويلو دراعو ونكسبو من دابا، الا خليته يسمع ليا دابا راه من بعد غادي تكون الامور مزيانه، الا ما كيديرش بحسابي دابا راه ما عمره ما غيدير بحسابي. لا هذه نظره خاطئه، ماشي بهذا الشكل الامور. مزيان تكون هذه النظره ولكن تكون يعني بواحد الطريقه اللي هي سلسه وتربويه، ما يكونش فيها العنف. ماشي حين الوليد تيغوت وهذا غنزيد نضربو، يلا سكت ضرب سكت، لا ماشي الطريقه هذه. اذا الا كان الاب فيه واحد النوع ديال عدم الاهتمام وفيه قسوة، إلا قدرتوا أولا نتوما توافقوا بين الوقت ديالك لالا لما كتكوني خدامة والأب إلا كان حاضر، الوقيت اللي يكون الأب حاضر، إلا هنا كنقولوا في الحالة ديال ما تيكون شيء عصبي، يقدر يجيب الوليد مرة مرة، علميه أنه يتقرب لهذاك الطفل، أنه يحضنه، أنه يخرجوا معاه، من الأفضل أنا بالنسبة لي أنه يقبط الأب ولدو ويديه لشي جاردان ولا كلوب ويلعب هو وياه ولا هذا، احسن من انه يبقى في لاكريش حتى العشيه وداك الوليد مرهق وعيان وبزاف ديال الوليدات وكذا. اذا الاب هو اقرب، ولكن يكون الاب بطبيعه الحال اللي كيتحكم في انفعالاته، ماشي غير اقل حاجه دارها الطفل غادي يضربه لا اطلاقا او لا يغوت عليه او لا يبقى يقول له انت باسل انت خايب انت لا لا لا. ولد ديال 3 سنين و 8 شهور حتى لاربع سنين تنقول لكم ممنوع انه يكون ضرب. غادي تفهمي لالا مع لا ميتريس اللي عندهم، غادي تقولي لها بانه ها شنو الوليد ها كيف ولا وها كيف ولا، يعني تحس انها هاد التغيير كاين، ويكون واحد النوع ديال الرقابه ديال الرقابه تقدري تشوفي مع المسؤولين مع المسؤوله او المسؤول على هذيك المؤسسه، واش وتشوفي اباء اخرين واش حتى وليداتهم حتى هما كيتلقاو نفس الطريقه ديال التعامل او لا كاين تعامل هو مخصوص غير مع هذا الطفل، باش كتعرفي شنو هي الطريقه والمنهجيه ديال هذيك الاستاذه ولا هذيك لاماتريس اللي كتعامل معاهم. ثم الا كان في مصلحه الطفل سمعتي بشي كريش ولا حضانه اللي هي مزيانه اللي هي فيها ناس اللي عندهم الخطر اللي عندهم القدره انهم يتعاملوا مع اطفال بلا باقه اكبر اللي عندهم اليات العقاب اخرى من غير الضرب، يعني فيها نوع من الحرمان كيف ما قلتي لها، يعني حرمان كذا ولا حرمان كذا حسب القدر ديال الخطا ديال الطفل، ماشي حين الاستاذه متوتره. الله يحسن العون، تتلقاهم ما كيتخلصوا شي مزيان، تتلقاهم انهم اصلا هما عندهم مشاكل نفسيه وعندهم مشاكل اسريه وتيجيبوها معاهم تتلقى. اذا هنايا كاين واحد الامور اللي خصها تعالج يعني بشكل شمولي، ولكن غير قلبي لالا كنفضل انا
بغيت نقول لك يعني حاله اقتراح اخر لكن ما نظنش ينفعك في الحاله. على كل حال على كل حال قلبي لله على بديل ويكون افضل ان شاء الله. ولدك شوفي ياك ما عنده شي مشكل اخر، ياك ما عنده فقر الدم، ياك ما عنده لا تيرويد، ياك ما عنده شي حاجه اخرى اللي ممكن تكون ضاره، انا داك عاده باش كتقدري تتعاملي معاه بطرق وباساليب اخرى. وحاولي ما امكن الوقت اللي تكوني معاه ديري معاه لعب، حاولي تقري معاه بعض القصص، حاولي تعنقيه وصدرك يكون على صدره، وقول له قول له ولدي انت تبارك الله، انا انت عزيز عندي، انا تنبغيك. عبري له بالكلمات، عبري له بالكلمات واعطيه رسومات، خليه يرسم ويشوف، حاولي تشوفي انت هو كيفاش كيشوف راسو. اذا هذا الوليد لما تيجي هو تيضرب راسو كانه نوع من جلد الذات، جلد الذات تيعني بانه ما كاينش رضا على النفس على الذات، وكيتمثل ربما هو بغى يجلدكم نتوما ما قدرش عليكم فهو كيجلد ذاته. اذا غيري لالا الطريقه ديال الاب، على الاقل الاب يكون حاضر ويقوم بالدور. سال الله تعالى ان كل واحد يكون على درايه تامه بالمسؤوليه المنوطه بعنقه، يعني المسؤوليه ديال التربيه راه ماشي اعتباطيه. سيروا قولي للزوج ديالك يمشي ياخذ كتيبات يقراهم، يسمع برامج، يستافد، يلين قلبه، يلين قلبه. وممكن ان حتى الوليد دخليه يحفظ القران الكريم، غياثر هذا عليه يعني بواحد النوع من الاندماج مع الاطفال، وغياثر له على نفسيته والهدوء ديالو باذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم تيقول علموا ابنائكم ثلاثه خصال، حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن أو تلاوة القرآن. إذا هنا أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم واحد الوصفة رائعة للحب. الأطفال محتاجين أنهم يتحبوا ويحبوا، إذا خصهم يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، خصهم يعرفوه عليه الصلاة والسلام، يسمعوا عليه، نقرأوا لهم بعض القصص عليه، قصص ديال الصحابة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل. ولو طفل ديال 3 سنين راه خصو يسمع قصص، خصو يسمع، وكاين متاحة الآن قصص اللي هي في مستوى كل مرحلة عمرية ديال الأطفال، إذا شريوهم وتبقاو تقراوهم لهم، وفيهم صور، فيهم كذا، فيهم كذا. إذا هنا هذا الحب كما قلت الطفل محتاج أنه يتحب ويحب، فلما كيبغي يحب خصو يعرف شكون يحب. إذا تنعطيو قدوات، يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو مازال هو صغير، تيحب آل بيته، تذكري بفاطمة الزهراء ورقية وعلي وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم كذلك حب القرآن الكريم، ديك الصلة الوطيدة بالقرآن، لأنه هو المصدر ديال الأخلاقيات ديال القيم العليا اللي ممكن أنه يكون فيها في حالة ارتياح. الله يوفقك لله والله ييسر أمرك إن شاء الله. الآن معنا من مدينة مكناس لله هناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا سعيدة بزاف أنه جبت لي الخط معكم، كنا نحاول هذه المدة باش يشكي اتصال ما كيحاولش باش الخط. مرحبا بك لله هناء. فرصة سعيدة هذه. الموضوع ديالي بعيد عن الموضوع ديال الحلقة. ماشي إشكال. وكنتمنى أنك تساعدني. الله يقدرني يا رب. أمين. تفضل. نحاول نعاود القصة ديالي باختصار باش نوضح لكم شي شويه الامور، باش نكون انا خفيفه على المستمعين. مرحبا لله هناء. انا السن ديالي 24 سنه. كنت تعرفت على واحد الانسان هذه مده 7 سنوات. بقيت على تواصل معاه هذيك المده كامله، هو كيحس براسو على انه مسؤول ليا وهذا. انا كنت كنكمل الدراسه ديالي، هو انا كنت ديك الساعات كنسكن فواحد المدينه اللي هي بعيده عليه هو، كنت كنسكن في مدينه الرباط وهو كيسكن في مدينه تاولات. يعني ما كانش حتى الظروف كتساعدنا على اننا لا نتزوجوا لا نتشافوا بواحد. انا بقينا على تواصل، كنتلاقاو انا ملي كنطلع عند العائله ديالي في مدينه ديال تاولات، وهو عاوتاني ملي كتجبدوا الظروف كنتلاقاو في سلا. حتى خليت الدبلوم ديالي وليت الوالدين ديالي بدلوا السكنه وجينا لمكناس، يعني بحال قربت المسافه. من بعد وقعوا شي مشاكل، رغموا العائله ديالو على انه يتزوج بحكم الطبيعه ديال البلاد وديك المسائل كلها. يعني هو تزوج، سمع لهم وتزوج. مستقر ديما في مدينه الرباط؟ انا؟ لا هو الشخص. لا هو كان مستقر في مدينه تاونات. تاونات. صافي يعني الزواج وما قدرش يكمل ديك الزواج هذاك وطلق فيه، وانا عانيت هذيك السنه اللي كان هو تزوج فيها وسمع رغبه الوالدين وهذاك الشيء كامل. من بعد ما قدرش، قال لك لا انا ما كنقدر، انا كنبغيك ما نقدرش نعيش مع ديك الانسانه ما كنبغيهاش، غلطت ملي سمعت الوالديه وهذه انا غادي نطلق ديك الانسانه. وي
مالكشي داكشي اللي كان يعني هو طلق هذيك ديك الانسان اللي كان معها وخلى معها بنيته. وي كنسمعك لالا يتفضل. وداز ديك الوقت هذاك وتقدم لي انا للدار وهذا وكنحس بوليدي بحال ما راضينش عليه يعني سقطو الاب ديالي بحال غير دار لي خاطري بحال كيقول لي لا ولان هو ماشي المستوى ديالك وانت بحال غير بغيتي تخلينا نديرو لك خاطرك انا ما غاديش نرغمك على هادشي كامل ولكن بغيتي تزوجي بيه انت غادي تاسومي لا ريسبونسابيلتي ديالك يعني انني ما غاديش تشكي ليا في النهار لو وقع لك شي مشكل ولا هذا. يعني الاب ديالك لاحظ الفرق من اي ناحيه؟ من ناحيه الثقافيه وصيغتو انه كيشك فيه يعني كيشك في الاعمال ديالو كيقول لي لا انا كنشك فيه لان ما حد يسقف عليه وهذا كيقول لي زعما بحال الدخل ديالو ما انا ما طايقش فيه 100% على انه من نوع الخدمه ديالو ما كتصرفش. ولكن هنا علاش ما جاش هو يتقدم لك ديك الساعات؟ علاش ما كنظنش بانه بعد المكان هو السبب في انه جوج الناس ما يتزوجوش؟ لا كان كيقول هو انا والدي مثلا ما يقولولوش بنت قريه ما يقولولوش بنت خدامه ولا خدمت انا ما عندوش وما هادشي في العائله. ايوا اذا هذا السيد سمحي لي لالا هنا هذا السيد تيعتمد في اختياره على الاسره ديالو ماشي على قناعته هو. ممكن كان كيعتمد على الاسره ديالو يعني ودابا باش ما تغير ولا كيدافع على داكشي اللي باغي هو بحال عاد بديت كنبان له انا بحال عاد. المهم حنا يعني تزوجنا ماشي انا ولدي درب لي خاطري ودرنا لاكت ولكن مازالين ما مستقريناش لحقاش هو يعني انا قال لي ما يمكن انا قلت له ما يمكنليش نتخلى على العمل ديالي هذا هو الشرط الوحيد ديالي وانني نبقى خدامه وخا انت مثلا غادي تبقى كتوفر لي كل شيء كاع داكشي اللي انا بغيت وكتوفر ما كتخسرليش خاطري في اي حاجه وهذا ولكن انا ضروري خصني نبقى خدامه. ايوا وداكشي علاش انني انا ما يمكنليش نستقر في تاونات ودونك اختارينا فاس بحال مدينه وسطى نعيشوا فيها بزوج بينا. اش من مجال كتشتغلي لهنا؟ انا كندير هذا الترويض. يعني قطاع خاص يعني حره. صافي يعني الصراحه انا بحال ولاو عندي ضغوطات نفسانيه يعني هو اصلا بحال ذاك البعد الثقافي ديما كيبان مثلا انا خصني ديما كندير ريفور الا غادي نمشي شي بلاصه الا يعني اقل الحوايج مثلا ديما لو شوا كيبقى عندي لف لا سافرنا ولا لا خرجنا ولا لا مشينا مثلا اي حاجه خصني تصف شرح خصني نهبط بزاف خصني مثلا شي موضوع نتناقشوا معاه ما كيعرفش يتناقش معايا ديما كنحس بواحد العنف في الهضره ديالو ديما مثلا خصني نبسط الامور بزاف حتى مع عائلته هما الناس يعني ولاد البلاد وداك الشيء ملي كنتلاقى بهم كيبقاو يحسوا بيا بحال انا كنحس انني انا واحد الانسانه اللي هي بحال مرفوضه بيناتهم يعني لا مقبولات ما كيفهمونيش بحال كيخافوا مني داين واحد الحديث كبير بيني وبينهم انا صراحه بغيت نبغيهم نتقرب منهم. فهمتك دابا كاين عاملين عامل ديالك انت وياه والعامل الاسره نخليه هو التالي وان كان مهم نخليه هو التالي. العلاقه بينك وبين ان خطيبك او راجلك هي علاقه باقي ما فيهاش نوع من المعرفه بالنسبه لي انا يلاه كتكتشفي مجموعه الامور ياك بحال مثلا واخا انا كنكتشفها ومتنابعه بحال ما كنقدرش نواجهها يعني بحال الدكتوره انا مثلا عارفه هذيك الانسان عارفه ان 70% من الاعمال ديالو مثلا هي واحد الاعمال اللي انا ما غاديش نرضى عليها وداك الشيء والديا ما غاديش يتشرفوا بها ولادي ملي كبروا ما بغوش باهم مثلا شنو كيديروا. واش شي حاجه حرام؟ لهنا شي حاجه حرام؟ انا حرام. ايوا اختي لا حرام بعدي الله يرضى عليك لهنا انا من غير هاد النقطه هذه من الاول ما صراحه ما ارتحيتش شي لهاد الامور اللي كتقولي لي لانه ما كاين شي توافقات بيناتكم انت خصك ديما تنزلي وتبسطي وتمحني باش يلاه تقدري تفهمي مع هاد السيد. الحياه الزوجيه ماشي بحال هكذا هنا ما خصهاش تكون بحال هكذا انتما هي في البدايه وشوش واقع يعني من بعد الله اعلم. لا هنا راجعي الامور الله يرضي عليك. الا الفرق ما يعني دابا ملي كيوقع شي حاجه صغيره شحال عندك 24 سنه ياك الله يرضي عليك. نعاود لك اي واحد الموقف وقع لي مؤخرا مثلا جا هكا لدارنا وقال واحد اللفظ لخويا اللي خويا ما تقبلوش جا غريب شنو هو؟ نقدر نقولوا لا 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 كان شي حاجه خديشه الحياه لا ماشي زعما تقبلوا غير الحيوان فهمتي والخوك قداش؟ خويا دابا كيقرا في تانكيا ماني وعندنا غير خونا واحد يعني كيفاش يعني في خصام ولا في ضحك باسل ولا اش؟
شفت كاع بحال دابا هو مثلا وياك ويا ما جابش واحد الصخره خلاها نساها ونقول له مثلا وعلاش خليتي هاد الصخره هادي هنايا جاب فهمتي لا 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 انا بينك بغيا وجهو ريقل لله ما تقولي له بعدي الله يرضي عليك بعدي هنا صافي إلا كنت درتو العقد فسخي هاد الأمور هادي حسب هاد المعطى هذا لأنه شوف اللي ما كيحترمش أقرب مقربين وطفل ولا مراهق ودغيا صدرت منه هاد الأمور وهذا نسيبك وهذا في واحد الوضع انتم اللي حساس وعاد بادين ومجموعة شوف كاينه حيتيات كثيرة هنا في هاد العلاقة اللي ماشي هي هادي حيتيات كثيره وممكن ان غدا وبعدو دارهم يضغطوا عليه وغدا وبعدو دارهم يقولوا له لا حتى هذه ما صالحه شاي وحتى هذا وغيبقى يقدر ما يطلقكش تقدر تبقى معلقه بين السماء والارض يقدر ما يطلقك شاي ولكن غتعيشي جحيم غتعيشي دائما تحت وطأة هذيك النفسيه المتدمره ديال الزوج او للمدمره او لديك النفسيه اللي ما فيهاش تفاعل لديك النفسيه المضغوطه واللي فيها القلق وفيها التوتر ومالنا على هذا الشيء علاش نمشيو للقرع نمشطوا له راسه باقي الفرصه قدامك لهناء باقي السنوات قدامك ونسال الله تعالى يخير لك من عنده ربي سبحانه وتعالى رزقك الزوج الصالح اللي يكون في واحد الاريحيه تفهمي معاه ويكون عنده قيم ما يمكن شيء ان تقولي تعلقت به صافي خصني نتزوج به تعلقتي به خص يكون مجموعه الامور اخرى يكون جانب التدين الاخلاق حاضره هي الاخلاق شويه مهزوزه ما غاديش نحكم 100% ولكن كاينه مؤشرات ما نكذبوش على نفوسنا كاينه مؤشرات اللي ما كيحترمش وما كيضبطش الالفاظ ديالو من الاول ما عندك ما ديري بها هنا الامر الاخر هو مساله ديال يعني ديال مصدر الرزق ديالو مصدر الرزق ديالو لا كيفاش بغيتي انت تعيشي من الحرام وليدات كيعيشوا من الحرام الله يرضي عليك شنو عندنا في الدنيا كلها من غير رضا الله تعالى والله ما عمرك غادي تشوفي النهار البيض الا دخلتي في حاجه ديال الحرام يعني من كان ماكله ومشربه حرام فلا يستجاب له الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا دعاء ديالك بعدا ما غيبقاش يتستجب اي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اي لحم نبت من السحت فالنار اولى به فالنار اولى به غير ذلك كان نساء السلف لما تيكون رجلها غادي يخدم وتترزق وتيطلب يعني الرزق ديالو وطالب معاشو او لا كذا كتقول له اتقي الله فينا ولا تطعمنا الا حلالا اتقي الله فينا كتوصي قبل فما بالك انت عارفه لا هنا الله يرضي عليك الاولويات هي طاعه الله سبحانه وتعالى اولا رضا الله عز وجل ثم الامور الاخرى اللي كتجي تبعا بطبيعه الحال ما صالح شاي ما صالح شاي الله يوفقك لاله هنا معنا من مدينه الدار البيضاء لاله مريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله دكتور امل اي لاله ربي يخليك ربي يخليك لاله مريم مرحبا بك اتصلت بك وتقطع لي الخط اي سولتك على عندي واحد الوليد كيقرا في الثالث مشكل عندي مشكل تاع الصف ديالو انا ما مشيتش عنده ولكن في المصطلحات اللي كيبقى يقول لهم في القسم يعني ما زويناش نهائيا يعني ما كنقدروش حنا نقولوها حتى في الدار يعني شي حاجه بسيطه هي ما خيبات ولكن ماشي ديال التربيه يعني فيها اسماء الحيوانات تربيه باسماء الحيوانات كيبقى يقلده مريم ويبقى يقول لي مريم فيها التربيه باسماء الحيوانات نعم تربيه باسماء الحيوانات يعني ديك السب وديك التنقيص او لا اي بحال بحال هذاك الشكل ولدرجه ان دابا ولدي كيبقى يدير السيلو في فمو بزاف وكيبقى يقول ليه كيسكو تي افي تي فيم لا سيجاريت فهمتي وانا ولدي ما نبغيش يسمع هاد الهضره وفهمتي وكيعجبو دابا فاش كيجي للدار كيبقى يقلدو لينا شوفوا شنو مسيو شنو كيدير شوفوا شنو كيدير ودابا انا خفت نمشي للاداره نقول لهم شنو كاين إيه عندي خوف صغر منه يعني غادي يطلع عنده والمؤسسه اللي كيقرا فيها يعني مؤسسه راقيه يعني مزيانه ما نقدرش نتخلى عليها يعني هو مريم هذا المشكل اللي كاين صافي ما كاينش مشكل اخر هذا الاستاذ الواجب ديالو تيأديه مزيان تيقري مزيان كيقري مزيان كيأديه مزيان انا كنقول له شوف حاجه اخرى حاجه زوينه حاجه اخرى دابا هو ماشي شوف ربما تشبيه الاستاذ يعني ما عجبوش هو هذاك السلوك ديال ان الوليد تيحط ستيلو في فمه فبالنسبه له ما عجبوش شيء فدار واحد النوع من المقارنه اللي فيها سخريه وفيها دعابه في نفس الوقت اذا مهنا ماشي الا كان غير هذا النموذج اللي عطيتيني فما كيستدعيش انك تقلقي عليه
الا الا كان شي تصرفات اخرى مثلا. هل عاوتاني كيكونوا الدراري كيطلع هو من الشرجم كيبان ليه شي دري في الساحه كيبقى يقول ليه البليد سير للمدرسه سير لقسمك شنو كدير فهمتي يعني هاد المصطلحات وولدي كيعجبو الحال يعني كيبقى يقلد. ايوا عرفتي شنو ديري لمريم خليه يقلدك انت وخليه يقلد الاب ديالو ويعطيه شي قدوه اخرى. الوليد دابا 8 سنين معجب بالطريقه والاسلوب اللي كيستعملها معهم الاستاذ. فاحيانا كيتعمدها الاستاذ بحيث انه تيبغي يخلق واحد النوع ديال الجذب جذب لهذوك الاطفال ونوع من الدعابه وتينفس ربما احيانا حتى هو حتى على ديك الضغط اللي عنده لداخل ومجموعه الامور. الله يحسن العون. التعليم ماشي سهل. اذا هنا اللي مطلوب منك لالا هو مساله تصحيح ولا قبل ما دير لا غير بلاتي قبل ما دير التصحيح غير الحاجه الزوينه والحاجه الخايبه من واخا نلقاوها في الناس ما ناخذوهاش. اذا هنا ولدك لالا عجبو ديك المرح وديك الدعابه اذا مفتقدها في الدار مفتقدها مع اصدقاء ديالو مفتقدها مع الزملاء فطبيعي احنا ماكنخوش نهائيا بأدنى كلمه في الدار هذا هو المشكل. لا 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 لا, لا 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 شوف شويه ديال الضحك لالا وشويه ديال الدعابه في الدار مزيانه مهمه بزاف غتخلي ولدك غينجذب ليكم نتوما وغادي يقتدي بكم نتوما وغيقتدي بواحد المتو العليا اخرى تعطيه القدوه. شوف الصحابه لالا مريم واخا لالا الصحابه رضي الله عنهم كانوا كيضحكوا مع بعضياتهم تيبسطوا تيتفلاو تيتراشقوا بالبطيخ يعني كاين شويه الحركيه ما تكونش جمود ما تكونش ديما ديك الجديه اللي هي غير مستصاغه. لا لا شويه ديال نعم لالا تفضلي. سؤال اخر بالنسبه لي هو نيت ما عندوش راي بحال دابا كنتي كتهضري قبيله على لي زاكتيفيتي اللي كيديروا الدراري. كنقول ليه شنو بغيتي الناطاسيون بغيتي الكاراتي بغيتي كيقول لي ماما ماشي اي حاجه ماشي غير في هذا المجال. ما عنديش مشكله ماما اللي بغيتي فهمتي على العكس خوه الصغير يعني بغيت هذه شوف لالا مريم اللي لالا مريم هذا ما تيعنيش ان الوليد ما عندوش شخصيه كاين فرق بان الاختيار لا غير ميزي الله يعطيك الستر. الوليد الان عطاك الاختيار. انا شنو قلت لما تكلمت على الهوايات قلت لكم الى الوليد ما عندوش ميول كتقترح انت عليه اذا انت كتشوفي الانسب ليك مثلا كلوب اللي قريب ليك اللي غديري فيه لا ناتاسيون ولا ليكيتاسيون ولا غديري له مثلا شي يعني اي حاجه متاحه هذا الكاراتي جودو اللي كان. اذا هنايا انت كتشوفي هذا الوليد شنو خصو الا بان لك فيه مثلا واحد شويه ديال الرعب وشويه ديال الخوف اش ممكن ندخلو يدير الكاراتي فول كونتاكت مثلا. الا شفناه وليد مثلا خاصو عنده مشكل في التنفس كندخلو يدير لا ناتاسيون. كتشوفي انت حسب ما يحتاجه هذاك الطفل ديالك كتدخليه صافي كتقترحي عليه ثم كتناقشي معاه تقولي هل الايجابيه ديال هاد الرياضه وهاد الرياضه شنو غتكسبك هاد الرياضه وهاد الرياضه وشنو هادي غتستفاد منها. انا ما بغيتش نكون كنجبرو باش يدير هذيك تماما. علاش قلت لك انا كنجبرو بغيت نختار هو بالضبط. لا شوفي شنو هو الجبر لالا هو لما كيقول لك هو انا بغيت هذه كتقول له لا ما غديرهاش غدير الاخرى وبالسيف عليك وبزز منك هذا هو الجبر. لا اما هو عطاك الاختيار فاذا عطاك الاختيار صافي امر عادي ماشي شي حاجه اللي هي مكلفه فكريا ولا هذا. كتهمتي الا بغيتي تخرجي كاع من هذا الشيء وتخلي الاختيار ديالو يكون من الاول غادي تبيني له الايجابيات ديال كل رياضه مثلا فاش نقولوا يعني الرمايه او لكاينه ليكيتاسيون الفروسيه شنو كتعلم الاطفال كتعلمهم نوع من القياده كتعلمهم الثبات تتعلمهم يعني الثبات حتى الثبات الحركي تتعلمهم الثبات الرأي تتعلمهم الرعاية لأنه هو تيهتم بهذاك الفرس ديالو وتيعتني به وتيرعاه وتيحن فيه وتيعرف أنه دائما فين خصو يختار. سرعة البديهة كتولي عندهم خلال ماشي غير هاد الرياضة. يعطي غير مثال هذا علاش حنت النبي كيف ما قلت صلى الله عليه وسلم قلنا علموا أولادكم ركوب الخيل يعني داخله في ثلاث النماذج ديال الرياضه. اذا ركوب الخيل هذه هي المميزات ديالها فكتعطيه سرعه البديهه والاختيار الموقف تيكون غادي في هذا الطريق يقدر يقلب الطريق اخرى. اذا هنايا هذا مهم. ثم الرمايه شنو كتعلم التركيز وتحديد الهدف. السباحه القوه البدنيه والجسميه والنفسيه ويعني والطاقه البدنيه ومجموعه الامور. اذا هذا الشيء كله راه مهم بزاف في هاد الحاله هادي. اذا اللي متاح ليك واللي هو افضل استشري معاه بيني المميزات خلالك الاختيار اختاري ماشي اشكال. امتى كنقولوا بانه الطفل انا نعطيك واحد النقطه اخرى قبل ما نقول لك امتى مساله اخرى
الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. الوليد ما عنده حتى شي خلفيه، تنقول له مثلا شنو رايك هاد القضيه، شنو غيعطي من رايه هو وما عنده حتى شي خلفيه، ما قرا كتاب، ما قرا قصه، ما عطينا هنا ماديج، ما قلنا له مثلا هل الكرم راه مزيان والبخل راه ماشي مزيان، ما قلنا له. بطبيعة الحال لما تقول له رايك يبقى ساكت، ما عرفش شنو رايي انا، ما عندوش خلفيه، ما عندوش رصيد معرفي. عطيو لوليداتكم رصيد معرفي من القصص، من قصص الانبياء، من قصص الصحابه، من قصص الناس، يعني من قصص مجموعه الامور. قصص بطبيعة الحال ديال الاطفال، ماشي القصص من اجل القصه، القصه اللي فيها عبره، اللي فيها عبره. كتعطيهم كتاب كتقراه انت وياه، راه وليدات ديال 8 سنين وديال 7 سنين وديال 9 سنين وديال 10 سنين راه يقدر يقرا كتب اللي هي ديال الكبار، الا كانت تربويه، الا كانت فيها الرقائق، فيها الاخلاقيات، الرقائق يعني هذيك الحويجات اللي كترقق القلوب، شي حويجات اللي فيها الذكر ديال الله سبحانه وتعالى، فيها فضل الذكر، فيها فضل ثواب المعامله الحسنه، فيها الاجر والثواب ديال الصدقه. تعلموا هاد الامور، اعطيوهم معلومات. انا داك عاد قول واش وليدي عنده شخصيه ولا ما عندوش شخصيه. اذا ما سخيت شي بكم حبايبي المستمعين، نلتقي ان شاء الله تعالى يوم الاحد في برنامجكم سيده النساء على الساعه 10 صباحا ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.